أنا أم خالد متح. والله نحن باركين بالمخيم وعانينا كثير من غلات الخبز، وفي جماعه دعمونا بشويه خبز، يعني بشويه طحين وحطب، وجزاهم الله خير. وعم نعجن، بنحط بنبلش نعجن، بنحط مي وملح وزيت وطحين، بنعجن وبنعجنه وبنحطه وبنغطيه، وبعدين بنقرص وبنخبزه. بيغنينا الخبز الحمد لله عن الخبز المشترى، لانه الخبز صار غالي، وفي بعض ناس يعني ما عندها امكانيه تشتري خبز، واغلبيه الناس احيانا بتنام يعني وما عندها خبز. اللي عطونا الطحين بعثوا لنا ملح، بعثوا لنا طحين، وبدنا اذا بيدعمونا بشويه زيت يعني بكون احسن، لانه بده زيت بنحط له زيت. أول ما نزحنا يعني والله يعاني كتير، يعني المخيم كتير بيعاني، في فقيرين ما عندهم حق خبز بيجيبوا، كانت صفة الربطة بألف ليرة، والله سبحانه وتعالى رزقنا بجماعة جابوا لنا طحين وجابوا لنا حطب وتنانير وعمروا هيك لها تنانير، وصلنا نساعد هالجارات كلياتنا مع بعضنا، ناس بتعجن، ناس بتقطع، ناس بترق على الشوبك، ناس بتلط. انا شغلتي بس بلط بالتنور، لان سؤال ما بيعرفني يخبزني، يعني ما بعرف، ما بتعرف تخبز تجيبتي لعندي، لعندي ولا عند صديقتي ام خالد. مثلا نفسيتي انا عيلتي كل ثلاث ايام الرابع بخبز، كل يومين والثالث اخبز، لان عيلتي كبيره بخبز لثلاث ايام لنهارين اكثر ما في، بس بقيت اللهم صل على النبي بقيت هذا الخبز، بقيت رغيف منه بيسوى ربطه من هذاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أم عمار من ريف إدلب الجنوبي. إيه والله عم نخبز على التنور لأني صارت ربطة الخبز غالي، وما عنا قدرة، يعني في عنا أولاد وفي عنا شيء، زي كل أربعة أيام نخبز خبزي، لأن إذا بدنا نشتري خبز بدنا باليوم ثلاث ربطات لعائلتي طبعا، وما عنا قدرة. إن شاء الله يكون هيك دائما، هاي يعني هي أهم شيء بهالحياة الخبز، إن شاء الله هيك دائما يجيبونا الخبز والطحين والحطا وهيك ونخبز، يعني صحيح عم نتعذب بس مرتاحين، يعني من المادي، يعني الواحد أحيانا ما عنده يشتري. ايه والحمد لله رب العالمين. ايه ومنأيد فكرة التنانير، ونتمنى يكون يعني التنانير دائما بالمخيم، وفكرة كتير كتير كويسة يعني. واهم شيء يعني هو بالحياة ان لقمة الخبز ربط، يعني الخبز اهم شيء، حتى لو ما في شيء يعني بتاكل خبز الحمد لله رب العالمين. ما بيوقع، مش في شيء الحليب على راسي، شيء لبن، وقبض حق عظمته.